مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مؤشر النيل. هذا البرنامج اللي بنستعرض فيه بالارقام والتحليل اداء مؤشرات البورصه المصريه. مؤشرات البورصه المصريه وصلت خسائرها لدى اغلاق تعاملات الخميس اللي هو نهايه تعاملات الاسبوع، وده مدفوع بعمليات بيع مكثفه من صناديق الاستثمار والمؤسسات والمستثمرين الافراد المصريين. المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اك 30 انخفض بنسبه 41% ليبلغ مستوى 7879.82 نقطة. هبط مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 45% ليبلغ مستوى 441.22 نقطه. وانخفض ايضا مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 49% ليبلغ مستوى 921.35 نقطة. وامتدت التراجعات أيضا إلى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية اللي انخفض بنسبة 89% وسجل 7817.75 نقطة. كانت قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، كان قطاع العقارات الأنشط تصدر القائمة بنسبة 23.61%، تلا قطاع البنوك بنسبة 19.42%، جاء قطاع أغذية ومشروبات ثالثا بنسبة 13.9%، بينما حل قطاع الخدمات المالية رابعا بنسبة 13.43%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، المستثمرين المصريين اتجهوا نحو البيع واستحوذوا على نسبة 78.4% من إجمالي التعاملات، فيما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء وحصلوا على ما نسبته 2.58%. اتجه أيضا الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 19.39% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه عموم المستثمرين الأفراد نحو البيع واستحوذوا على ما نسبته 25.19% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات للشراء وحصلت على ما نسبته 74.8% من التعاملات. هننتقل إلى أهم الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم جولدن بيراميدز بلازا بنسبة 9.46%، تلا سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 7.93%، ثم سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 6.37%، يلي سهم أسك للتعدين أسكم بنسبة 4.75%. وعلى العكس كانت الأسهم الأكثر انخفاضا تصدرها سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.92%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.07%، تلا سهم حق الاكتتاب لشركة بيلتون المالية القابضة واحد بنسبة 4.63%، ثم سهم بنك قناة السويس بنسبة 4.07%. بالنسبة لرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسر نحو 800 مليون جنيه ليصل إلى 484.9 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، منها 483 مليون جنيه في سوق الأسهم. وقبل أن ننتقل إلى التقرير التحليلي لأداء البورصة اليوم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة صفاء فارس، عضوة اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتورة صفاء. يعني اسمح لنا نطلع الأول نسمع التقرير ونرجع تاني نبدأ تحليلنا. مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات والمستثمرين الأفراد المصريين، وصلت البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 800 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 484.9 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بلغت
1.2 مليار جنيه. بالنسبه للنهارده تعاملات المؤشر اي استعمل انخفاض 32%، كان اول الجلسه عامل ارتفاع ولكن قلص من ارتفاعاته بسبب مبيعات مكثفه من قبل المستثمرين المصريين، المستثمرين العرب والاجانب المنتجين سياسه شرائيه، وهي سياسه متباينه. كان في اول الجلسات كان في نوع من المبيعات للعرب ولكن ابتدوا ان هم يعملوا فروق مشتريات، المؤسسات عدلت من مسارها من المبيعات الى المشتريات. مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 تراجع بنسبه بلغت 41%، مسجلا 7879.82 نقطة، كما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 45%، وامتدت التراجعات إلى مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا متراجعا بنسبة بلغت 49%. هو احنا يمكن في نقطة دلوقتي ان احنا في المؤشر الرئيسي ماشي في منطقة عرضية ما بين نقطة 8200 وال 7800، الا اننا في اللي اثر على البورصه في ان هو يبقى منخفض في الفتره دي هو تاثيره بالبورصات العالميه والانخفاض اللي حدث في البورصات العالميه، واللي مصر طبعا مش بعيد على انها تتاثر بنفس الانخفاض، وبالتالي فهو ده اللي اتجه الى اننا لسه في منطقه السايد واي. لو كسرنا 7800 للاسف هنروح في مناطق ثانيه. وسطاء بالبورصه اكدوا ان السوق تجاهلت التعافي الذي شهدته اغلب البورصات العالميه بعد الهبوط الحاد الذي منيت به على خلفيه قرار الصين بتخفيض عملتها المحلية اليوان، مشيرين إلى أن البورصة لا تزال تتأثر بشكل كبير بأداء الأسهم الكبرى والقيادية بها. من مقر البورصة المصرية، أندرو كامل، النيل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، واسمحوا لي مرة جديدة أرحب بدكتورة صفاء عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا دكتورة. يعني طبعا احنا بقالنا حتى اليوم في نهاية تداولات الأسبوع، النهاردة الخميس، من بداية الحد هبوط لأسهم البورصة المصرية. الخميس اللي قبله احنا كان عندنا حدث عالمي هو افتتاح قناة السويس، والمفروض ان الناس كانت منتظرة ان البورصة بعد افتتاح قناة السويس المفروض تعاود صعودها تاني، لأن مشروع قومي قدرنا ننجح فيه ونبلغ الرسالة للعالم. في رأيك إيه أسباب هذا الهبوط مع وجود حدث عالمي زي ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حدث قبل كده، حدث مؤتمر الاقتصادي اللي كان في شرم الشيخ، وحصل نفس المشكله في البورصه المصريه، حصل فيها انخفاضات شديده. انا عايزه اقول هناك فصل ما بين مشروع قناه السويس وبين البورصه المصريه. مشروع قناه السويس ده مشروع عالمي هيجيب العائد بتاعه فتره طويله على لونج تيرم، ولكن للاسف البورصه المصريه اسباب نزولها هي اسباب اخرى، منها اسباب عدم وجود الشفافيه والرقابه في الهيئه العامه للرقابه الماليه للشركات المتداوله، عدم وجود افصاح، يعني كان في من 3 أسابيع أو من شهرين كان في حاجة اسمها اكتتاب إعمار. اكتتاب إعمار ده اللي حصل إن الشركة تم الاكتتاب فيها على 3.80 جنيه، وكان عدم ده تقييم غير عادل. وبعد كده حصل إن السهم أول ما نزل ب4 جنيه، بعد كده دون النهاردة ب2.90 جنيه. طيب بدام الشركة قوية والشركة فيها عملية تداول عالية، ليه أسباب النزول دي؟ مين اللي يحمي المستثمر؟ تمام. طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن موضوع الشفافية والرقابة المالية، بس اسمحي لي نخرج لفصل سريع ونرجع نسأل هذا السؤال. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب بالدكتورة صفاء فارس مرة جديدة. أهلا بحضرتك دكتورة صفاء. وإحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على موضوع الشفافية وإزاي البورصة لغاية الوقت ما زالت الأسهم بتنخفض، ومع أن كل الأسباب المحيطة جيدة، وفي نفس الوقت الشركات ما عندهاش مشاكل فعلية ومحققة أرباح. دي مهمة قوي حضرتك، نقطة مهمة قوي حضرتك سرتها، ان مفيش مشاكل، بالعكس ان الأسهم بتتدنى بأسعار يعني كأنها ببلاش. ده يقودنا لشيء معين، ايه اسباب هذه الانخفاضات؟ تمام. هل الشركات دي لو عندها مشاكل مالية يتم الافصاح عنها؟ صحيح. لان في حالة عدم وجود مفيش اي مشاكل يتم السؤال ليه عملية هذه البيع المبالغ فيه من المؤسسات؟ لان المؤسسات هي اللي بتستفاد. انا عندي المستثمر الفرد هو اللي اتدمر تدمير تماما. ليه؟ لان حضرتك لما بتيجي تشتري عشان تعوض بعض خسارك اللي بقالك سنه فيها، بتضطر تاخد المارجن او البيع والشراء في نفس الجلسه، فبيحصل ارتفاع في البورصه في نفس الجلسه، بتحس ان انت خلاص قررت تعوض. تمام. بيحصل المؤسسات بتبيع فبيحصل انخفاض شديد للاسهم تاني، فبيتم مضاعفه الخسائر. انا اللي يهمني في البورصه المصريه ليس المؤسسات، انا يهمني الفرد الصغير او المستثمر الصغير اللي هو دلوقتي احنا قلنا له اشتغل في قطاعات واعده. قال انا اشتغلت في قطاعات واعده، اشتغل في اسهم ماليه، اشتغلت في اسهم ماليه، الاسعار متدنيه بطريقه مبالغ فيها، ايه هي الاسباب؟ ليه ما بيحصلش وقفه؟ طيب هو دايما الناس كتيره بتتهم
الافراد خاصه الافراد المصريين بقصه ان احنا بنبيع على بنشتري على شائع ونبيع على خبر، يعني على طول بتلاقي في حاله رعب، ودي معروفه عن الفرد المصري في البورصه المصريه. طيب. مجرد شائعه او خبر تلاقي بسرعه في عمليه انتحار في الاسهم وبيع بال يعني بجنون. هو طبيعه المصري من كتر الخسائر بقى عنده فوبيا اي اشاعه، وكمان لما بيحصل اي خبر بيلاقي المؤسسات ما بتبيع، فبالتالي المستثمر يقول لك انا هضيع في النص فانا ببيع انا كمان. اللي بيحصل ان ما بعد بيحصل عمليه بيع كبير، يعني احنا لاحظنا من اول الاسبوع لاخر الاسبوع في انخفاضات شديده في المؤشرات الراسيه. احنا لاحظنا ان اخر الجلسه النهارده الاجانب اللي اشتروا، معنى كده ان هم ما زالوا عندهم نقاط بيع ولقيت شراء وايقافات خسائر، فبياخدوا الاسعار من المستثمر باسعار متدنيه. لو ارتفع الجلسه يوم الاحد في بدايه الجلسه المؤشر ارتفع تاني فوق ال 7960، هيبتدي ان الفرد يبتدي ياخد اسهمه تاني اللي هو باعها بادنى الاسعار، امل ان هو يبيعها باسعار اعلى. هيحصل العكس، يبقى معنى كده لازم هناك وقفه، لازم يكون هناك وقفه في المؤسسات، اسباب البيع الشديد. لازم يكون الهيئه ما بيحصل مثلا. طيب انا هاخد كلمتك، لازم يكون هناك وقفه، مين بقى اللي يقف الوقفه؟ اولا الوقفه دي احنا عندنا هيئات مسؤوله عن الرقابه، الهيئه العامه للرقابه الماليه. صحيح. اما بلاقي سهم في اخبار ايجابيه اداره بورصه البورصه العمليه مصري. التداول طبعا التداول دي مهمه جدا. انا ما بلاقي فيش كبيره لسهم معين بيحصل عمليه بيع، لازم اسال ايه اسباب البيع دي. تمام. وفي نفس الوقت بيحصل ارتفاع مبالغ لاسهم معينه بالرغم ان هي اسهم ملهاش اساس مالي، لازم اعرف مين اللي بيعملها. طيب عشان بس ما نسيبش النقطة دي، دايما بيتقال ان في حالة تدخل أجهزة الرقابة يبقى كده احنا بنسيطر على السوق، وبدان ما وصلناش للحدود اللي محطوطة للرقابة المالية او للبورصة حطاها، احنا كده يعني فيما معناه احنا بنحاول نحجم السوق. حضرتك لما تبقى متكررة بطريقة مبالغ فيها المستثمر هو اللي هيطلب منك الرقابة على التداول، يقول لك ايه اسباب هذه الانخفاضات. في سهم يكون عليه خبر ايجابي ومتوقع فيه ارباح وفي نفس الوقت السهم بينزل، جزء منها اللي الناس بيقول لك ايه انا هبيع على خبر ما دام في خبر ايجابي انا هبيع عليه. تمام. طيب والجزء الثاني يبقى قاصد عمليه البيع العشوائي عشان ينزل عشان ينزل السهم ويبتدي يشتري مره ثانيه. تمام. وبيبان بالفيش الرقابه على التداول اللي لازم تقول وتسال ايه الاسامي دي، مين اللي بيعمل كده. انا عايز احمي المستثمر، شفت حضرتك عايز تجذب اجنبي وعرب للمصر، لازم تحافظ على المصري قبل الاجنبي والعربي. تمام. احنا عندنا ايجابيات كتير في السوق المصري، الاقتصاد في بدايه التعافي، هنقوله مش متعافي هنقول بدايه التعافي. تمام. اي مشروع قومي زي مشروع قناه السويس. طيب. لونج تيرم. انا عايز اخرج من النقطه دي عشان نكمل موضوع الرقابه. احنا عندنا حاجه اسمها الشطب الاختياري، دي عامله مشكله، دي مشكله، يا ريت تقول لنا هي سريعا وايه الحل ليها قبل ما ندخل في موضوع بقى مرآه الاقتصاد واللي احنا بنتكلم عليه البورصه. الشطب الاختياري حضرتك بعد ما تطلب الاكتتابات من الشركه من المصريين، حضرتك بتكبر وبيمولك المشروع، الشركه تبقى لمينا فلوس خلاص من الشركه المستثمر. حققت ارباح. تمام. وخد بالك تمام، اللي بيطلب الشطب الاختياري تبقى شركه قويه ومحققه ارباح، وانت كمستثمر من حقك في الارباح دي. نفاجئ ان الشركه بتطلب من احنا عندنا شركه اتصالات بقى لها 3 سنين او 4 سنين بره البورصه، وهي المفروض فيه ومعروفه دلوقتي يعني. طلبت الشطب الاختياري، الشطب الاختياري بيقول لك بتاخد متوسط 3 شهور اخر 3 شهور، ساعتها السعر بيتدني. فهم بيدوا المستثمر متوسط الثلاث شهور، يكون المستثمر بعد ما عمل الاكتتاب زود راس المال الشركه والشركه بقت قويه وعندها فروع كثيره ومنتشره في جميع العالم، يبتدي يقول لك انا هشطب نفسي انا مش عايز ادور في البورصه. مين اللي اتضر؟ المستثمر. مثلا ان خد متوسط سعر ثلاث شهور اخر ثلاث شهور. طبعا اولا اما تيجي حضرتك تشطب شطب اختياري لازم اول حاجه سؤال، انت استفدت من المستثمرين دول اللي هم اكتتبوا معاك؟ انت هتخرجهم؟ مين بقى اللي المفروض يسال ده؟ الهيئه العامه للرقابه الماليه. ايه اسبابك الشطب الاختياري؟ ليه ما بتسالش؟ ده السؤال. وليه بتدي له تصريح ان هو يشطب نفسه؟ لان القانون بيقول لك انت من حقك تطلب الشطب الاختياري. انا الشطب الاجباري ده اللي هو فيه مشاكل ماليه، وقبل ما الشطب الاجباري يبقى عنده قوائم ماليه خسرانه. طيب يبقى احنا وصلنا لنقطه ان احنا عندنا مشاكل في قوانين التداول وقوانين البورصه وقوانين الرقابه الماليه، صح؟ وانا مستنيه بامانه مجلس الشعب بسبب بسيط، لان عايزه قوانين تحمي المستثمر، انا عايزه حق المستثمر وحق العاملين في المجال وحق ناس كتير قوي، لان المؤسسات انا بلاحظ ان هي الوحيده اللي بتستفاد في البيع، عمليه البيع وعمليه الشراء، المستثمر الصغير طول ما والاجانب برضه يعني مش عايزين ننكر الاجانب ليه؟ لان هم عندهم ايه؟ هم دارسين سيكولوجيتنا كويس قوي. السيكولوجيه بتاعتنا بتقول ايه؟ حضرتك لما بتيجي بيحصل فوبيا كمصر بتبيع، الاجنبي بيسيبك لحد ما توصل لمرحله الدمار يبتدي هو يشتري. هو عارف سيكولوجيه مهمه قوي قبل ما تتعامل مع سوق تبقى عارف مين اللي بيتعامل فيه. تمام. طيب
انت اثرت نقطه ان هل البورصه فعلا مرآه الاقتصاد؟ دايما بنقول في كل الاقتصادات العالميه البورصه مرآه الاقتصاد، هل ده بيتحقق في مصر؟ لا للاسف احنا عندنا هنا في مصر مقوله وليس فعلا. يعني حضرتك دلوقتي احنا كان عندنا حدثين مهمين، اول حدث كان مؤتمر شرم الشيخ في شهر 3 اللي حدث ان اول ما خلص المؤتمر كانت البورصه بتتنهار بانهيارات فظيعه بدون اسباب. ثاني حاجه مشروع قناه السويس كمشروع قومي وكل عارف لسه شايفين الجلسه الاسبوع اللي فات، وكاقتصاديين احنا عارفين ان هو هيجيب العائد بتاعته على اللونج تيرم مش النهارده، لان انا يهمني المشاريع اللي حوالين مشروع قناه السويس، ومن اهم المشاريع هي تنميه سيناء، وخاصه ان كان في تصريح لمحمد عمران قال ان البورصه عندها استعداد تدخل تمول ما يزيد عن 100 مليار جنيه مصري في مشروع قناة السويس. انا قبل بقى ما دكتور محمد عمران هيمول لازم الاول يحمي المستثمر اللي جوه محور قناة السويس بالكامل، لان هو ابتدى المستثمر بقى عنده فوبيا، عنده كل ما بيفرح يعني الناس كلها بتفرح تلاقي البورصه عكس كده. اولا مرآة الاقتصادي، انت عارف حضرتك ما دام التداول في البورصه المصريه يعني شركات اللي فيها قويه صح، حضرتك ما تدخلش شركه وبعد كده تقول الشركه محققه خسائر وفيها مشاكل، يبقى انت من الاول دخلتها ليه؟ انا دلوقتي بسوق عربيه والعربيه انا ما بعرفش اسوق، لو عملت حادث انا السبب، بس لو في مطب في الطريق يبقى مين السبب؟ الهيئه العامه ايه للطرق والكباري. فالبورصه ما دام حضرتك دخلت البورصه يبقى انت شركه ماليه قويه لا غبار عليها، لا يوجد فيها تلاعبات. انا اللي سمحت لك تدخل يعني معناها ان انا بقول للمستثمر دي شركه جاهزه بس في ايه فلتره. ولكن للاسف بعد كده بيبتدي بقى ايه، بعد ما الشركه تطلع وترتفع وناس معينه تستفاد مستهم ينزل يقول لك اصل هي عندها مشاكل. طيب المستثمر مين المسؤول عن خسائره بقى؟ طيب سريعا كده خلينا أداء البورصه كده 30-70، يعني احنا كنا المفروض 70 احنا كنا بنتكلم فيه في الاسبوع اللي فات ان يعني بدا يحقق طفره وبدا العمل ينزل عليه، واحنا عارفين الوزن النسبي ل 30 ما هوش مظبوط قوي من الاول، وان هم عندنا اسهم بتاخد اوزان نسبيه اعلى من اللازم وبتنزل. طيب 70 برضه مازال هابط واللي حققه الفتره اللي فاتت نزل خسروا اكتر، يعني احنا مؤشر اي جي اكس 70 الاسبوع اللي قبل اللي فات وصل ل 465 حصل انخفاض شديد جدا، وصل النهارده ل 441، المؤشر كده على المدى القصير مازال هابط، لديه نقطه مقاومه قويه عشان يرتفع مره اخرى لازم يعدي ال 450 اللي هي كانت بالنسبه له دعم قوي جدا. الدعم الرئيسي لمؤشر اي جي اكس 70 هو 435 ده اللي كان من فتره نزل عليه، لو كسرها للاسف احنا هنوصل ل 422. مؤشر اي جي اكس 30 اللي هو بيؤثر على الاسهم لديه نقطه مقاومه قويه هو 7960 اللي هي كانت دعم قوي، لو تم اختراقها بعمليه تفاؤل هيوصل تاني ل 8050. الدعم الرئيسي لمؤشر اي جي اكس 30 هو 7760، للاسف لو كسرناها بعمليه البيع المفاجئ بالمؤسسات ممكن نوصل ل 7500 والنزول احنا كنا بنستهدف 8500 ايوه، ولكن احنا في النزول الطلوع صعب طبعا، ولكن في النزول سهل جدا. وطبعا وده طبعا نرجع تاني لسيكولوجيه المستثمر المصري وده غصب عنه عشان هو خسر خسائر كبيره، يعني بلاش الحمل كله على المستثمر، هو بيحاول طيب يتنفس انفاسه الاخيره يعني. جميل، احنا عندنا مؤشر 50 المفروض ان هو يعني ده مؤشر جديد، ده من اهم الاسباب لانخفاض السوق المصري. ليه بقى؟ اولا المؤشر بدا في شهر 8 صح، المؤشر ده بيقول لك ان هو على احجام قيم التداول واحجام التداول، في خطا في المؤشر بيقول لك ان هي الشركه الاول في المؤشر الثاني لو حققها خسائر الشركه ما تتداولش صح. لا هنا مش ملهوش دعوه ان كانت الشركه محققه خسائر ولا لا، المهم الشركه بتحقق احجام تداول عاليه، يعني انا معنى كده اخلي سهم ملهوش اي اساس مالي تداول في البورصه بس حقق احجام تداول عاليه، فده طبعا بيدمر الاقتصاد المصري على اللونج تيرم. فمؤشر ايجي اكس 50 محتاجين اعاده نظر، لان احنا عندنا انا مش عايزه فوبيا، انا عندي 30 و70 و20 و50 انا اتحدى اي حد من كتر اللخبطه. طب ما نعدل ال 30 بدل احنا عندنا مشكله، انا عايزه زي الدول العربيه مؤشر واحد للسوق المصري، مؤشر واحد يعبر على البورصه المصريه زي دبي وابو ظبي والكويت. ليه تعدد هذه المؤشرات؟ ده سؤال مهم لازم نطرحه على إدارة البورصة المصرية. طب سريعا قبل ما نختم اسمحي لي ناخد توقعاتك للأسبوع الجاي. بالنسبة لمؤشر اي جي اكس 30 لديه نقطة مقاومة قوية 7960، اختراقها هيبتدي الصعود بس هيكون طفيف، الدعم الرئيسي للمؤشر هو 7760 كسرها نوصل ل 7500، اي جي اكس 70 طبعا هابط لديه نقطة مقاومة قوية 450، دعم رئيسي 435 كسرها للأسف هوصل ل 426 مرة أخرى. طيب نتمنى ان ده ما يحصلش يا دكتور، ونتمنى ان حاله هو الاسهم قويه على موجود، انا عايز اقول للناس الاسهم قويه، ورجاء من البرنامج نخفف المارجن بتاعنا الكريدت، نخفف لسه عمليه الشراء والبيع في نفس الجلسه لحين استقرار الاسهم مره اخرى. تمام، دكتوره صفاء فارس عضو اللجنه العلميه بالمجلس الاقتصادي الافريقي، انا بشكر حضرتك على وجودك معنا. ميرسي لحضرتك.
مشاهدينا الكرام دائما الشكر موصول لحضراتكم. مؤشر النيل دائما من الأحد إلى الخميس. إلى اللقاء.